هنطير سريعا الى الكاميرون، معانا من هناك سياده السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. سياده السفير صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك، عايزين نعرف استعدادات السفاره لاستقبال هذا العدد الكبير من المشجعين المصريين، وهل بدات بالفعل وصول الوفود اللي هتشارك في التشجيع؟ لا الحقيقه لسه ما وصلتش، انا الحقيقه راجع دلوقتي عشان ابتدي اتحرك للمطار. اول طائره هتوصل تقريبا الساعه 10 صباحا بتوقيت الكاميرون، يعني الساعه 11 بتوقيت مصر. وطبعا في ترتيبات متخذه بالنسبه للطائره دي والتسع طائرات التي ستتليها ان شاء الله، لان هو العدد الاجمالي حوالي 10 طائرات، حوالي اجمالي 3000 مشجع. ترتيبات متخذه فيما يتعلق بالاعفاء من شرط اجراء بي سي ار في الكاميرون مره ثانيه والاكتفاء بالبي سي ار اللي معمول في مصر، وكذلك ما يتعلق بالتأشيرة الجماعية اللي تم الحصول عليها كل الطائرات الحمد لله. والتفويض في الأتوبيسات، احنا النهارده عندنا حوالي 50 أتوبيس من الحجم الكبير عشان تاخد هذا العدد من المشجعين وتفوزهم مباشرة بمرافقة يعني موكب من الداخلية وسكلات وما إلى ذلك، التسهيل فتح الطريق أمامهم حتى الملعب إن شاء الله. طبعا هم في يعني مشاهد من الحكة بقى واصلة أحضار فترة طويلة في الملعب. صحيح سعادة سفير، طبعا جهود كبيرة بتتعمل لتأمين المشجعين المصريين، وأكيد هذه الجهود طبعا ب يعني توافق مع الجانب الكاميروني. النهاردة الكاميرون هتشجع مين؟ والله أنا بتصور إن الكاميرون في الأغلب هتشجع مصر، لأن واحد من مصلحته إن هو عندما يخرج من بطولة ما اللي فاز عليه يفوز له بطولة، يعني لم يفوز عليه وحده بل فاز على الجميع وحصل على البطولة، فبيتهيألي هيشجعه مصر. ولكن طبعا يعني بشيء من الحزن، لأن مصر هي التي أخرجتهم من هذه البطولة على أرضهم، وهو يعني إحساس مؤلم قليلا، ولكن هذا هو حال كرة القدم بقى، كل يوم فائز مختلف يعني. سعادة سفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده.